السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. في البداية اهنئكم بمجيء ليلة عظيمة جدا وليلة مباركة، الليلة التي يطلع الله فيها على عباده فلجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن. هذه الليلة يا جماعة هي ليلة الغفران، ليلة غفران الذنوب، الليلة العظيمة المباركة اللي أنصحكم نصيحة أخ إن أنتوا تستغلوا الليلة دي وتلجأوا لله عز وجل فيها، لأن ممكن لجوءك لله عز وجل في ليلة يغير حياتك على مدى سنوات كتير قدام. النهاردة إن شاء الله أنا هكلمك على سورة عظيمة جدا، سورة مباركة، سورة مذهلة، سورة بفضل الله عز وجل إذا داومت على قراءتها واستمرت على قراءتها بإذن الله أبشر. فقد يحدث لك كرامة ما، يعني ممكن يحصل لك كرامة ما زي كرامة حصلت لشخص هقول لك عليها دلوقتي. وعلى فكرة الرواية الخاصة بهذه الكرامة اللي حصلت للشخص ده موثقة. وفي البداية محتاج أقول لكم حاجة مهمة جدا، وهي أن لكل داء دواء. يعني أي داء بتواجهه، أي مرض، أي مشكلة، أي أزمة بتواجهها ليها علاج. العلاج نوعين، العلاج وعلاج، في علاج جسماني وفي علاج روحاني. العلاج الروحاني هو اللي انت بتكتسبه بالذكر والعبادة واللجوء لله عز وجل، وده علاج عظيم جدا لأي مشكلة نفسية أو أي أزمة بتواجهها. وهذه السورة يا جماعة هي من قصار السور، السورة اللي هكلمكم عليها النهاردة وهي من قصار السور. وعلى الرغم ان هي عددها قليل يعني من 4 آيات، لكن نتيجتها أو الثمرات اللي موجودة فيها كثيرة جدا. هذه السورة تضمنت كل أنواع التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ويقال أن من قرأ أو من يقرأ هذه السورة ويداوم عليها، أولا حدثت له كرامة عجيبة. الكرامة دي سبحان الله ممكن يكون شيء أشبه بالمعجزة يحصل معاك. ثانيا بإذن الله يحبه الله، فتخيل أنت أما تبقى الله عز وجل يحبك، أنت النتيجة أو الحاجات اللي هتحصل لك أما تعرف أن الله عز وجل بيحبك. ثالثا يقال أن هذه السورة قراءتها والمداومة عليها تغفر ذنوب 50 سنة، يعني تخيل أنت بقى الثمرات اللي هتعود عليك. وقصة أو الكرامة حدثت يا جماعة لشخص كان اسمه معاوية ابن معاوية المزني، وده كان عايش على أيام النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن الشخص ده أول ما توفى النبي صلى الله عليه وسلم رأى جنازته رغم بعد المسافة، يعني كان بينه وما بين النبي صلى الله عليه وسلم في المكان يعني قرابة 800 كيلومتر، يعني مسافة بعيدة جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنازة بتاعته. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وصلى صفين من الملائكة على هذا الرجل، في كل صف 70,000 ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب فسأل جبريل عليه السلام وقال له يعني هو الشخص ده عمل ايه عشان يوصل للمكانة او المنزلة دي عند الله عز وجل. فرد عليه جبريل عليه السلام وقال يعجبه قل هو الله احد وقراءته اياها جائيا وذاهبا وقائما وعلى كل حال. يعني هو بيردد او بيكسر من قراءة سورة الاخلاص اللي هي قل هو الله احد قائما وجائيا وذاهبا وفي كل حال، في كل حال يقرأ سورة الاخلاص. فعشان كده هذا الشخص وصل لهذه المكانة العالية جدا عند الله عز وجل. برضو في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أيضا أن الله عز وجل يحب العبد اللي بيداوم على قراءة سورة قل هو الله أحد اللي هي سورة الإخلاص. فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية، فأثناء ما الرجل ده كان مبعوث في سرية كان بيصلي بالصحابة، فكل ما كان بيصلي كان دايما مداوم على قراءة سورة الإخلاص في الركعات. يعني هو بيصلي دايما بيقرأ سورة الإخلاص سورة الإخلاص سورة الإخلاص، لدرجة أن الصحابة استغربوا فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له، يعني ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله بيداوم قوي على قراءة سورة الإخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سألوه لأي يصنع ذلك. وخلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول قول اعرف انه دي رسالة لازم توصلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سألوه لأي يصنع ذلك، يعني اسألوه هو بيعمل كده ليه. فأول ما راحوا سألوه رد عليهم وقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة أول ما الصحابة قالوا له كده قال إيه؟ قال أخبروه أن الله يحبه، يعني قولوا له أو خبروه أن الله عز وجل يحبه بفضل قراءته واستمراره ومداومته على قراءة سورة الإخلاص. كما أن سورة الإخلاص يا جماعة من ثمرتها أن هي بتعدل ثلث القرآن. يعني في حديث برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم موثق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن.
كثير يا جماعة من اللي قرأوا وداوموا على قراءة هذه السورة حصلت لهم كرامات عجيبة. أنا بكلمك على كرامة يعني ممكن يتحقق لك شيء أنت كنت تظنه مستحيل، أو أنت كنت حاطط بينك وبين نفسك أن مستحيل توصل للشيء ده، أو مستحيل توصل للأمر ده، أو الأمر ده بعيد عنك ما تقدرش توصل له حتى لو كان بينك وبينه إيه، وتلاقي سبحان الله أو تتفاجئ سبحان الله أن أنت وصلت للأمر ده. أنا أتذكر قصة كان شخص بيداوم على قراءة سورة الإخلاص كثيرا، شاف على النت يعني أن كان في حد بينصح أن هو حد يقرأها بألف مرة، المهم استمر عليها كثيرا. فرأى في نومه شخص عجوز جاي ومعاه زي ما يتقولوا كده يا جماعة حاجة من نور أبيض وإدهاله في إيده. فشوفوا يا جماعة دي كرامة جت في المنام، شوفوا الشخص ده أكيد حياته هتتغير بعد كده. أحسن حاجة بقى يا جماعة أن أنتوا تقرأوا وتداوموا على قراءة سورة الإخلاص، خاصة في هذه الأيام المباركة، الأيام اللي احنا موجودين فيها. الأيام دي مباركة يا جماعة وعظيمة جدا، الأيام دي ممكن حياتك تتغير بالكامل فيها لو استمريت على قراءة هذه السورة. وزي ما قلت لك كفاية أن أنت تبقى محبوب عند الله عز وجل. والسورة دي يا جماعة عليها فوائد كثيرة جدا، فوائد اللي قلتها لك في الأول وأكثر من ذلك بإذن الله. طيب أطبق الفايدة دي إزاي يا عبد الله وأعملها إزاي؟ طبعا إن شاء الله هبدأ يا حبايب قلبي في ذكر الفايدة، بس يا ريت يا جماعة تشاركوا الفيديو على أوسع نطاق، ويا ريت لو أنت جديد في القناة تشترك في القناة، ولو أنت معايا قديم في القناة اضغط على زر اللايك وادعي لي دعوة في التعليقات بالتوفيق. ويلا بينا يا حبايب قلبي نسمي الله ونبدأ في ذكر التفاصيل والفائدة بالكامل إن شاء الله. طبعا انا هقول لك ورد او ذكر استمر عليه، وعلى فكرة يا جماعة كل ورد وكل خطوة في هذا الورد وفي هذا الذكر والله العظيم يا جماعة يشهد الله على كلامي، انا امين جدا ان انا اجيب لك الورد الصحيح او الذكر الصحيح. وطبعا كل الاذكار مباحة وكل الاذكار مستحبة ان انت تلجأ الله عز وجل فيها، بس والله بجد يا جماعة انا بتعب في الفيديو جدا، يعني بجد انا بجيب لكم حاجات موثقة وتجارب وحاجات قوية جدا، فأتمنى بجد تقدروا مجهودي. وأهم حاجة محتاجة منكم الدعاء قبل أي حاجة، قبل لايك أو الكلام ده، أنا محتاج منكم الدعاء أهم حاجة. طبعا يا جماعة أنت بتقعد بإذن الله في ليلة النصف من شعبان الاسم 129 مرة، والاسم هو اسم الله عز وجل اللطيف، بتقول يا لطيف 129 مرة. بعد كده بنيجي لتالت خطوة إن شاء الله يا حبايبي، وهي إن أنت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية 33 مرة، وإن شئت زدت فليس هناك أي مشكلة. يعني لو أنت عايز تزيد عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية، عايز تزيد أكتر عن العدد، يعني مش هتقولها 33، عايز مثلا تخليها 100 مرة 200 مرة، عادي مفيش مشكلة يا جماعة. ذكر الله عز وجل مستحب، والزيادة في الأعداد حلوة كويسة مفيش أي مشكلة. بعد كده بنيجي يا جماعة للخطوة الأخيرة، وهي إن أنت بتقرأ هذه السورة اللي هي موضوع الفيديو، وهي سورة الإخلاص، بتقرأها 100 مرة. بتيجي في آخر خطوة إن شاء الله وهي قراءة سورة الإخلاص 100 مرة، بتقرأ سورة الإخلاص 100 مرة. فطبعا كل التفاصيل يا حبايب قلبي زي ما احنا متعودين هكتبها لكم في صندوق الوصف. وبس كده يكون الفيديو خلص، أتمنى تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.